قبل نهاية كل سنة لازم يحصل حاجة تخلي كل الناس تتكلم، والسنة دي حسين الجسمي قرر يختم 2022 بخبر مفاجأة لكل اللي يعرفوا الجسمي كويس جدا. طبعا هتفتكروا انه هينزل اغنية جديدة، لا، حسين الجسمي قرر يبدأ حياة جديدة جدا. ازاي وامتى ومع مين؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. انا آية يونس، تابعوا بقى الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. الفنان حسين الجسمي محدش يقدر يختلف عن جمال صوته، وان اي اغنية ليه بتعمل بصمة، ودايما الكلام على السوشيال ميديا كان بيبقى على شغله بس، وده لانه دايما مش بيتكلم عن حياته الشخصية، واي حد كان بيحاول يتكلم كان بيعرف يهرب من الاجابة بشكل ذكي. لحد من ساعات قليلة السوشيال ميديا اتقلبت بخبر ناس كتير اعتبرته مفاجأة حلوة، وهو ان مدير اعمال الفنان حسين الجسمي ميار عباس اعلن عن كتب كتاب الجسمي، وان زوجته من خارج الوسط الفني. قال: أخي ورفيق درب الغالي، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح. الغريب إن ما حضرش عقد القران أي فنان أو فنانة، ودي حاجة ناس كتير استغربتها، اكتفوا بكتابة التهنئة ليه من خلال السوشيال ميديا زي الفنان خالد سليم وأحلام ومحمد عساف وفنانين كتير. وين اللي حضر؟ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان واقارب حسين الجسمي وصحابه القريبين جدا. طبعا الخبر ده فرح ناس كتير، وناس كتير بدات تسال: هو مش كان متجوز؟ طب هو اصلا انفصل؟ وازاي بيقولوا بعد 43 سنه سنجل اتجوز؟ اسئله كتيره جدا اتقالت، وده بيرجع لان في اخبار كتير نازله في اوقات مختلفه عن زواج حسين الجسمي في 2013، وانها كانت من خارج الوسط الفني برضو، واسمها حسناء من المغرب. بس الغريب ان الجسمي ما كانش بياكد او بينفي المعلومه دي، وده اللي خلى ناس كتير تستغرب اول ما الجسمي كتب على تويتر انه عقد قرانه. كان في تعليقات كتير بتبارك له، وتعليقات تانية من نوعية: هو ازاي؟ هي دي الزوجة التانية ولا التالتة؟ تعليق تاني قال: هو انت مش كنت متجوز؟ طب انفصلت ولا لسه؟ الحقيقة ان الفنان حسين الجسمي من اكتر الفنانين اللي مش بيردوا على اي تساؤلات بتتوجه ليه او انتقادات او هجوم، بيكتفي انه يقدم شغل جديد ومختلف ودايما بيكون ترند. بس المرة دي يا ترى هيرد ولا مش هيرد؟ ده اللي هنعرفه في الفترة اللي جاية. وعموما ألف مبروك يا جسمي.